حرب المدائن المسلمون فتحوا المدائن، والثروات الضخمة اللي كانت تحت سيطرة الحكومة في ذلك الوقت وصلت تحت أيديهم. المسلمين كانوا يذهبون ويستولون على الغنائم ويأخذونها. جاء أحد المسلمين ومعه صندوق فيه من الغنائم ما لم يره المسلمون من قبل، ما كانوا شايفين. شنو كان هذا الشيء اللي ما كانوا شايفين من قبل؟ مجوهرات كانت، شنو كانت؟ مو مكتوب في التاريخ. جاء بهذا الصندوق وسلمه إلى المسلمين، يعني إلى قيادة الجيش الإسلامي. قالوا له: ما هذا الشيء؟ قال: هذه صندوق وجدته في خزائنهم. فقالوا له: وهل أخذت منه شيئا؟ أخذت شيء منه؟ قال: في الواقع إذا أنا ما كنت أخاف الله سبحانه وتعالى كنت أخذ كل الصندوق إلي. اللي ما يخاف من الله ما عنده فرق بين القليل والكثير، ليش يسرق مجوهرة واحدة؟ فليسرق كل المجوهرات. إذا ما كنت أخاف الله كنت أسرق كل الصندوق، ما أخذت منه شيء. فقالوا له: من أنت؟ أنت منو؟ لأن الغنائم الحربية على تفصيل موجود بالفقه توزع بين المقاتلين. هذا يبدو ما كان مقاتل مثلا، ما كان يتعلق به من الناحية الشرعية. منو أنت؟ قال: لن أقول لكم اسمي. قالوا له: ولماذا؟ قال: لكي لا تكافئوني على هذا العمل، أنا ما أريد منكم مكافأة على هذا العمل وما أقول لكم اسمي. خذوا هذا الصندوق. وذهب إلى طريقه. حقيقة واحد عندما يعمل عمل يحاول في الرواية أن لا تعلم شماله ما فعلته يمينه، هالشكل يكون أصلا ما علي بالناس، يفرض الناس مو موجودين. فتتبعوه، بعد ما راح تتبعوه حتى وصل إلى بيته أو إلى قبيلته أو إلى مقره، وسألوا عنه أنه من هذا. فقيل إنه عامر ابن عبد قيس. ما إلى شغل بالتقدير، ما إلى شغل بالمكافأة، ما إلى شغل بالمدح، ما إلى شغل بالثناء.